KNN ومالين أربعة تاريخنا هو أفر تبش مي سنة كلابضة كون لبيا لباتنكا ومالين تبغل لباتني أفراد سنة كا وحنا سنة كارسان لو بغل فرتني يكو عيشو هدي الله أود للرالي كنغضاء لعدوين كمان توكل الدوني ذكر دعين وحاكم ذا من توكل سنة كلابضة كون يكو يتبنكي حكومة دي حلقة الشقين يسايا دلك حالة دقدق قليسي سلوغ هرتغو والرأي على الشباب مقالة مقدشة كجيستان وانت وكالة سنة كلابادة كون يتطبي يتوبانكي وعا مقالة مقدشة لغو آسي ميتك الله ونحريستي عباس شيخ عبدالله سراجي اوها وزيركي هولها قود يدبرسك حكومة دا سوماليا وحالا يوكالة سنة كاس ولغو ديلي اللي انكهوري مدحتوية دا سوماليا سيد وكالة اسلام مالين تاس حكومة دي حلقات شقيني سايا حلقة كقادي هانت دوركي قود اي قرانكا دكتور نور فارح اوكو اي دايسنا إن إلى الذي سأيتو وشكو دلين وسير سراجي مانتو كلا سند كي لبادو كوني لباتن كي ديارة سيدة أغب عافما دا يكو بربورتي غرون كا ديارة دا همغالة دا بردالي قبل كباي وحانا شيل كاسي كو غيريو داي لح روح او ديارة دا لسعودي مانتو كلا سند كي كون سيدة بغلا فريتوان كي هقامي اللي أورانجري نابوليان بونا برتي أيا كدغي جزيرة دا ألبا ايك او كو تالا بادا من الترينيانك مانتو كلا سند كي كون سغال بغلي أفرتي Maraykanka ayaa bilaabay dhismaha gacanbiyoodka Panama ee isku xira badaha Atlantic iyo Pacific. Maanta oo kala sanadkii 1930kii Ingiriiska ayaa xabsiga dhigay hoggaamiyaha gobnimada doonka dalka Hindiya Mahatma Gandhi. Maanta oo kala sanadkii 1979kii Margaret Thatcher ayaa loo doortay inay noqoto ra'iisul wasaaraha Ingiriiska waxayna noqotay haweeneedii ugu horeysay ee dalka Ingiriiska ra'iisul wasaare ka noqota. Waa tahay saaxiibayaal waa naga intaa gudaan xubinti maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay